إلى موضوع مهم جدا وهي المرافقة البيداغوجية في نظام الألم دي. نظام الألم دي من الميزات أن هناك مرافقة للطالب من بداية تسجيله إلى غاية حصوله على الشهادة التي تحصل عليها. بالنسبة للمرافقة البيداغوجية أو التيتورا أو الأكومبانيمون بيداغوجيك، هذه موثقة في قرار وزاري مؤرخ في 16 جوان 2010، ولها مرسوم تنفيذي رقم 39 المؤرخ في 3 جونفي 2009 من الجريدة الرسمية للعدد 1/27 و28. بودي أن نذكر في إطار المرافقة البيداغوجية هناك عدة خلايا وضعت لا لشيء إلا لمرافقة الطالب. هذه الخلايا من بينها خلية الأرضية الرقمية الإعلام والرقمنة والوساطة البيداغوجية، والإعطاء دفع جديد لما ينشر على الأنترنت عن الكلية المحملة على صفحة الويب بالجامعة لسيت ويب لونيفرسيتي. ونظرا لما ينشر على هذه الصفحة ولما لهذه المعلومات من فائدة في إيصال المعلومة في حينها ليستفيد منها كل المترددين من أساتذة وطلبة ومهتمين، تم تعيين خلية للمتابعة والمراقبة ومراقبة ما ينشر بالتنسيق مع رؤساء الأقسام ومختلف المصالح بالكلية، وتحيين الموقع من حين لآخر وتقديم حصيلة أسبوعية، وعليه تم تعيين هذه الخلية. من مهام هذه الخلية الإشراف المباشر على ما ينشر على صفحة عن كل قسم، المتابعة اليومية للنشاطات الإدارية، التسجيلات، إعادة التسجيل، التحويلات، العطل الأكاديمية، شهادة التخرج وغيرها، المتابعة اليومية للنشاطات البيداغوجية، ما يصدر عن اللجان البيداغوجية من اجتماعات ولجان المواد والوحدات البيداغوجية ونظام الامتحانات ولجان المداولات وتعليق النتائج، وكذا دراسة الطعون، وكذا مذكرات التخرج. أيضا المتابعة اليومية للنشاطات العلمية بالنسبة للجان العلمية، المجلس العلمي للكلية، ومناقشة أطروحات الدكتورة والتأهيل والملتقيات العلمية والندوات العلمية والاتفاقيات الدولية وغيرها، وتحيين الموقع. ولدينا الخلية المكونة من بدءا من الكلية بعميد الكلية ومختلف المصالح بالاسم واللقب والهاتف والبريد الإلكتروني لكل عضو من هذه الخلية. وبالتكفل بالمشاكل التي ممكن أنها تعترض الطلبة ومن خلال خلية الوساطة البيداغوجية، خلية الوساطة البيداغوجية هذه للتكفل بانشغالات الطلبة في جميع المستويات. من مهامها هناك محاور للتدخل، هو المشاكل البيداغوجية والإدارية التي ممكن أن تعترض الطالب، أيضا التقليل من التسرب الجامعي للإخفاق والنجاح الدراسي، المشاكل الاجتماعية والنفسية والسلوكيات وجاذبية التخصص. أيضا من البرامج والوسائل هناك فريق مؤهل للقيام بهذه العملية، عملية الوساطة البيداغوجية، اللي تربط ما بين أعضاء هذه الفرق والإدارة. هناك طاقم ممثل للطلبة يساهم في عملية الوساطة. أيضا هناك الطلبة والمنظمات الطلابية اللي عندها مباشرة تواصل مع الإدارة وأيضا تواصل مع الطلبة. أيضا برنامج إجرائي للوصول إلى الطلبة عن طريق هذه الوساطة البيداغوجية، وبرنامج إجرائي للتدريب لتأهيل الوسط أو الوسيط ما بين من الأساتذة والطلبة، وإنشاء بنك للمعلومات لغرض إحصاء المشاكل البيداغوجية وتدوينها في سجل مرقم، وأيضا الدعم المعنوي والتوجيهي للأنشطة العلمية والبيداغوجية. وهذه مكونات، يعني مكونات هذه الخلية على مستوى الكلية ومستوى مختلف الأقسام حسب الاسم واللقب والهاتف وأيضا البريد الإلكتروني لكل عضو من هذه الخلية المكلفة بالمشاكل البيداغوجية للطلبة.
كتعريف للمرافقة البيداغوجية، ماذا تعني هذه المراقبة البيداغوجية؟ تعني استقبال الطلبة بعد الأوقات البيداغوجية الرسمية المسطرة من طرف الإدارة لغرض تقديم بعض المساعدات التعليمية والبيداغوجية للطلبة التي تخص المحاضرات أو الأعمال التطبيقية أو الأعمال الفردية التي يجب القيام بها لهدف واحد هو تلقين المعلومات والمعارف وزيادة المدارك في ميادين انشطة وأيضا منها اللغات والوسائل التكنولوجية وغيرها. وتستلزم المرافقة البيداغوجية للطلبة التكفل المستمر والدائم بتسهيل الحصول على المعلومات والحلول المطلوبة في حينها حول المحيط الجامعي من بداية التكوين لتسهيل الاندماج في الحياة المهنية وعالم الشغل بعد الانتهاء وحصول الطالب على الشهادة المرجوة. من الجوانب التي تكتسيها مهمة الإشراف والمرافقة أن مهمة الإشراف والمرافقة البيداغوجية للطلبة حسب مستوياتهم والمراحل المختلفة من نظام الألم دي تتطلب الاهتمام ومراعاة جوانب عديدة ترتبط بحياة الطالب الفردية أو الطلبة بصفة جماعية داخل الحرم الجامعي، المدرج، قاعة التدريس، المخابر، الزيارات وخارج البيداغوجية أو خارج الجامعة في محيطه الاجتماعي والاقتصادي، ويتعلق ذلك بما يلي. هناك جوانب عديدة تكتسيها مهمة الإشراف أو المرافقة البيداغوجية، عدة جوانب من بينها أولاً الجانب الإعلامي والإداري، وهذا يتطلب استقبال وتوجيه الطالب الجديد وتسهيل إدماجه في الجامعة من خلال الوساطة التي يقوم بها المشرف أو خلية الوساطة البيداغوجية وكذا الفرق البيداغوجية لنسج علاقة بين الطالب والمصالح الإدارية من شأنها تسهيل وإيجاد الحلول المناسبة. الجانب الثاني هو جانب تقني يتطلب توجيه الطالب في اكتساب قدرات وكفاءات في استعمال الأدوات والدعائم البيداغوجية ووسائل التكنولوجيا الحديثة واستعمال الإعلام الآلي والبرامج المختلفة مثل الوورد والإكسل والباوربوينت إلى غير ذلك، استعمال الانترنت وايضا استعمال الداتا شو وغيره. ايضا الجانب النفسي يتطلب مراعاه الحاله النفسيه للطالب من خلال تحفيزه وحثه على متابعه مساره التكويني مهما اعترضته من مشاكل غير بيداغوجيه قد تؤدي الى زعزعته من الناحيه النفسيه. جانب بيداغوجي وهذا يتطلب مرافقه بيداغوجيه لغرض تنظيم العمل الفردي للطالب ومساعدته على تخطي العقبات أو الصعوبات أو المعترضات التي تحول بينه وبين إنجازه للأعمال المنوطة إليه من طرف الفرق البيداغوجي أو الفريق البيداغوجي أو مسؤول المادة أو الوحدة التعليمية. هناك جانب منهجي يتطلب تلقين الطالب لمناهج العمل وكيفية العمل بصفة فردية أو جماعية تجعله يكتسب مهارات منهجية في أي عمل يقوم بإنجازه. وأخيراً جانب المهني وهذا يتطلب مساعدة الطالب على إعداد مشروعه المهني من بداية التكوين إلى غاية حصوله على الشهادة المرغوب فيها حتى يسهل اندماجه في الحياة المهنية وعالم الشغل. لنجاح عملية التأطير أو المرافقة البيداغوجية يجب تنصيب اللجان التي تقوم بعملية الإشراف. هناك لجنة الإشراف على مستوى فريق التكوين وهذا يرأسها مسؤول الجذع المشترك التي تتكون من مسؤول الجذع المشترك لعلوم الطبيعة والحياة، مسؤول المادة أو المادة التعليمية، الأساتذة المشرفين أو المرافقين، وفي بعض الحالات نستعين بطلبة الدكتوراه والماستر اثنين الذين لهم خبرة في هذا المجال. لجنة الإشراف على مستوى كل قسم وهذه اللجنة يرأسها رئيس القسم وتتكون من رئيس القسم، مساعد رئيس القسم المكلف بالبيداغوجية، رئيس اللجنة العلمية للقسم، مسؤولي الفروع والاختصاص، وأيضا بعض من الطلبة أو المشرفين من طلبة الدكتوراه. لجنة الإشراف على مستوى الكلية وهذه اللجنة يرأسها عميد الكلية وتتكون من العميد ونواب العميد سواء كان العميد المكلف بالبيداغوجية والمسائل المرتبطة بالطلبة أو نائب العميد المكلف بالدراسات ما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية وكذا رئيس المجلس العلمي للكلية ومسؤول ميدان فريق علوم الطبيعة
والحياة. هذا الموضوع الذي نريد أن نتطرق إليه، اللي هو يتمثل في امتدادات التخصصات في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، بمعنى أن بعد تخرج الطالب وحصوله على شهادة، سواء كانت شهادة الليسانس أو الماستر أو الدكتوراه فيما بعد، ما هي المجالات التي يمكن أن يشتغل فيها أو يندمج فيها؟ كما هو معروف أن كلية علوم الطبيعة والحياة تتكون من عدة أقسام بالإضافة إلى الجذع المشترك. الجذع المشترك لعلوم الطبيعة والحياة لمدة سنتين، ثم الانتقال في مرحلة الليسانس لسنة واحدة يتخصص فيها الطالب يحصل على شهادة الليسانس. من بين الأقسام عندنا خمس أقسام، عندنا قسم البيولوجيا الحيوانية، قسم البيولوجيا وعلم البيئة النباتية، قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخلوية والجزيئية، وقسم الميكروبيولوجيا، وأخيرا قسم البيولوجيا التطبيقية. بالنسبة لعملية الإدماج في المحيط الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة لخريجي كلية علوم الطبيعة والحياة والحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة الماستر، يمكن لهم الالتحاق بهذه المؤسسات الاقتصادية. ونذكر بعض المهن أو بعض المؤسسات اللي ممكن أو الهيئات اللي ممكن أن يشتغل فيها الحاصل على شهادة تخرج من كلية علوم الطبيعة والحياة. من بينها منشط في علم البيئة والمحيط، أيضا في المخابر، في المخابر العديدة والمتعددة، ومكاتب الدراسات للتهيئة وما شابه ذلك، المؤسسات التشخيص والتحليل، وأيضا المراكز البحثية والمؤسسات البحث العلمي، أيضا في العديد من المؤسسات الاقتصادية سواء كانت العامة والخاصة، في مجال التغذية، في مجال الصناعة، في مجال الفلاحة، في مجال الصناعات الصيدلانية، أيضا المخابر، كل مخابر التحليل للمراقبة ونوعية المواد، العديد من المصحات أو المستشفيات، وكذا بعض المهن المتعلقة في مجال الصحة كممثل، كمسؤول، كوسيط في هذه المجالات، وأيضا مجالات عديدة ومتعددة فيما يخص المجال الفلاحي والزراعي. وهنا هذه كمقدمة، وفيه إضافات فيما بعد فيما يخص التخصصات الدقيقة لكل مسار تكوين. أيضا نتابع إمكانية التوظيف على مستوى محلي أو جهوي أو على مستوى الوطن. هناك العديد من الأبواب المفتوحة أمام المتخرجين في مختلف الوزارات، وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، الجمارك، الشرطة، الأمن، إلى غير ذلك من الوظائف اللي ممكن، وأيضا وزارة التعليم العالي فيما بعد، ووزارة التربية. والآن الأبواب مفتوحة، ما على الطلبة إلا أنهم يبرزوا كفاءاتهم وقدراتهم أثناء عملية التوظيف أو أثناء اللقاءات التي تدار من طرف المؤسسات الاقتصادية وفق احتياجاتها. أما فيما يخص الإدماج المهني حسب مسارات التكوين في بعض التخصصات، يعني بعض التخصصات تتطلب قدرات وإمكانيات وكفاءات متخصصة، لهذا فالتخصص أيضا يعطي دفع آخر في مجال التوظيف. هنا نوضح مسارات التكوين في مرحلة الليسانس سواء كانت أكاديمية أو مهنية، وأيضا مسارات التكوين في الماستر حسب الشعب، ولدينا ثلاث شعب فيما يخص كلية علوم الطبيعة والحياة، اللي هي شعبة العلوم البيولوجية، وشعبة البيوتكنولوجيا، وشعبة البيئة والمحيط. سبق وذكرنا في فيديو سابق أهم المسارات الموجودة في مرحلة الليسانس والماستر في كلية علوم الطبيعة والحياة، والتي تنطلق أساسا من وجود شعب
مختلفة. كانت سابقا أربع شعب في قسم الماستر اللي هي علم البيئة والمحيط، علوم البيولوجيا والبيوتكنولوجيا وعلوم التغذية. إلا أننا في الموسم الجامعي 2019-2020 كانت لدينا مسار تكوين اللي هو كيمياء حيوية التغذية، واللي أصبح الآن كيمياء حيوية ومدمج في ضمن شعبة العلوم البيولوجية. هنا لدينا آفاق التشغيل حسب مسارات التكوين، سواء كانت في الليسانس أو في الماستر، وفق الشعب، وبالتالي على الطلبة الاطلاع عليها وفق ما هي موجودة الآن أمامنا. نفس الشيء بالنسبة لآفاق التشغيل فيما يخص الليسانس إعلام الآلي، الليسانس علم التسمم، ماستر علم السموم، ليسانس علم المناعة وماستر علم المناعة الجزيئي والخلوي، وليسانس علم الوراثة وماستر علم الوراثة، ليسانس علم الحشرات وماستر بيولوجيا ومراقبة عشائر الحشرات. نتابع ليسانس كيمياء حيوية بيوكيمياء والماستر بيوكيمياء التطبيقية، ليسانس بيولوجيا خلوية وجزيئية والماستر فيزيولوجيا الخلوية والأمراض الفيزيولوجية، ماستر صناعة حيوية وتحليل والمراقبة، والماستر في النظافة الاستشفائية والصحة. بودي أن نذكر بمسارين اثنين للتكوين في مرحلة الليسانس، واللي هي ليسانس مهنية والتي تخص في البيئة والمحيط، اللي هي ليسانس التسيير المستدام معالجة وتثمين النفايات، وهذا في تخصص البيئة أو شعبة البيئة والمحيط. وأيضا لدينا تخصص آخر مهني في الليسانس اللي هو ليسانس بيولوجيا وتكنولوجيا تربية النحل، وهذا أيضا في العلوم البيولوجية في شعبة علوم البيولوجيا. هذان المساران التكوينيين التسجيل فيهما تسجيل وطني وبكفاءات وقدرات تؤهل الطالب للاندماج في الحياة العملية أو في مجال الشغل بعد تحصله على شهادة الليسانس في الاختصاص المذكور. أخيرا أعزائي الطلبة ومتتبعي كلية علوم الطبيعة والحياة من طلبة وأساتذة وعاملين، أولا نشكركم على تتبعكم لهذه الفيديوهات المستمرة، نتمنى لكم الاستفادة. وسوف يتبع هذه الفيديوهات محاضرات عن بعد للتوضيح أكثر ولطرح الأسئلة والإجابة عليها من طرف العاملين بالكلية، سواء كانوا إداريين أو بيداغوجيين أو علميين، من بدءا من عميد الكلية وفريق ميدان مسؤول فريق ميدان التكوين ومسؤولي الشعب أو الفروع ومسؤولي الفرق المسارات التكوين في مرحلة الليسانس ومرحلة الماستر. ونحن في خدمة الطالب وتحت إشارته، وأذان كلنا أذان ساغية للطالب حتى أنه يكون في أريحية تامة خلال مساره المهني ومشواره الدراسي. وفي آخر المطاف ندعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء المتوسل في مرض الكورونا، الوباء الكورونا وجائحة الكوفيد. نتضرع إلى الله أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وسلامة الجميع. وشكرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.